مرحبا عمو. اهلين. ده هديك الكندرة. لمين بدك اياها؟ لاختك. ليش بدك تشتريها لاختك؟ لان من اول ما ماتت امي واختي الكبير صارت تدير بالها علينا. معاكي مصاري؟ في اللي اياها حلو. هدول بكفو؟ معاكي غيرهن؟ لا هات كل اللي معي عشان بدي اياها ترجع تضحك. بس دير بالك تضيقيها. شكرا باي. مرحبا. اهلا وسهلا يا اخت، تفضلي. هاي الكندره من عندك؟ صح، من عندي. قديش حقها؟ البضاعه اللي بشتريها زبون بضل سر بيننا وبينه. اختي صغيره معاش مبلغ يغطي حق هيك كندره غالي. هاي الكندره مش إلنا. لحظه شوي، أختك دفعت حق الكندرة وزيادة. كيف يعني؟ أعطتني كل المصاري اللي عندها عشان تخليكي ترجعي تضحكي.